بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير جدا بتشتكي من الصداع، علشان كده كان من الضروري ان احنا نتصدر ونحل المشكلة دي ونبين للناس بعض الحاجات الأساسية. زي ايه؟ في البداية لازم نكون عارفين، ما نيجي نتكلم عن الصداع لازم نكون عارفين ان الصداع ده ليس مرض، وانما هو عرض لأي لخلل موجود في الجسم، عرض لمرض قد يكون موجود، يعني قد يكون ناتج عن نقص بعض العناصر والفيتامينات الأساسية في الجسم، قد يكون نقص العنصر المغنيسيوم، قد يكون نقص العنصر الكالسيوم، قد يكون نقص لبعض العناصر الأساسية اللي موجودة في الجسم، قد يكون نقص المالتي فيتامين والمينرال الموجودة في الجسم، قد يكون نقص للفوليك أسيد. فدي كلها قد تكون أعراض أساسية، يعني زي إشارة من الدماغ ان في خلل، حاول تحلل الخلل في اسرع وقت ممكن. يبقى دي كده النقطة رقم واحد اللي احنا عايزين نتكلم فيها. للأسف ان انت ما تيجي تروح اي صيدلية تقول له انا عندي صداع، اول حاجة بيديلك ايه؟ بيديك مسكن، اي مسكن موجود عنده بيديهولك. للأسف يا جماعة المسكنات ليست علاج في البداية. ان انت تعرف سبب المرض بتاعك قد يكون هو الحل الاسهل والافضل ليك. لكن في الفيديو او في المقطع الصوت اللي احنا بنقوله ده هنحاول نتكلم عن العناصر الرئيسية اللي تساعدك، اللي هتساعدك في علاج مشكلة الصداع. الحاجة من الحاجات الأساسية أو من الأطعمة الأساسية اللي بتساعدنا في علاج الأطعمة اللي احنا هنقولها ديت يا جماعة، هي الأطعمة الأساسية اللي انت لو التزمت بيها حتى لو بيجيلك نوبات متكررة من الصداع المشكلة تتحل. ايه هي؟ طبق السلطة خماسي الألوان. طبق السلطة خماسي الألوان ده بيوفر لك الإمداد من المالتي فيتامين والمينرال والفايبر، وبلس لنسبة المية اللي موجودة فيها اللي انت محتاجها يوميا. فنقص المالتي فيتامين والمينرال في الجسم بتظهر لك في صورة صداع. فضروري ان احنا ناكل طبق سلطة، يعني حتى وإن لم يكن خماس الألوان نركز حتى على الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر، لها دور كبير جدا ان احنا نوفر منها الفيتامينات والمعادن والألياف اللي الجسم محتاجها، وبالتالي عدم ظهور صداع. تاني حاجة الكافيين. مادة الكافيين دي طبعا موجودة في القهوة، ممكن ناخد كوباية يوميا برضو، دي تخلص لنا، نقدر ان احنا نتخلص بيها من الصداع بشكل سهل. برضو من ضمن الحاجات الاساسية اللي ممكن نتخلص بيها من الصداع اللوز. 7 حبات لوز كافية ان هي تخلصك من الصداع، لان فيها مادة السيروتونين اللي بتحفز على استرخاء الجسم، وبتحفز هرمون ده طبعا بيسموه هرمون السعادة، وبالتالي عادة الحالة النفسية السيئة لها دور كبير جدا في ظهور الصداع. فحتى بنقول للناس بشكل مستمر ممنوع العصبية، ممنوع اننا نحط نفسنا تحت ضغط، عايزين نشيل الهموم من علينا شوية، تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال ان هو يستفزك، ان هو انت في البداية والنهاية انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، انت اللي هيجيلك القلب، انت اللي هتموت في النهاية. كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، استشاري التغذية العلاجية.